أشكر هالثقة الكريمة بتعييني في مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وأسأل الله الكريم إن شاء الله أن يعينني وأن أكون عند حسن الظن، وأن لا أألو يعني جهدا في دعم الشباب ودعم هالقطاع الواعد بإذن الله. حقيقة يعني يمكن اللي أسعدني هو الأسماء اللي موجودة اللي فعلا الواحد يفتخر يكون جزء منها. حقيقة تحديات كبيرة، احنا طالعين من أزمة يعني ما سبقت في التاريخ، الكل متخوف، الكل شايل هم الاقتصاد، فأعتقد المسؤولية اليوم مسؤوليتين، مسؤولية القطاع التجاري والاقتصادي في البلد، ومسؤولية أنه برضو حث الناس وتطمينهم أنه بإذن الله نبي نرجع أقوى من أول. الحمد لله الحكومة يعني عملت شيء غير مسبوق دوليا، مو بس يعني محليا، لا من ناحية تطمين الناس بالاستثمارات الخارجية، وأنه الحمد لله إحنا يعني قادرين أنه نستغل الفرص، ولا دعم اللي فوق 120 مليار للاقتصاد السعودي اللي حقيقة طمن كثير من الشركات أنها لا تستمر، وأنه الحمد لله الراعي قادر أنه إن شاء الله يطمننا ويرجع الاقتصاد إن شاء الله أفضل مما كان. تحدي كبير، لكن الحمد لله يمكن أنا بيكون تركيزي أكثر في قضية ريادة الأعمال. اليوم نسمع أنه كثير من المشاريع خايفين، المشاريع الصغيرة تعرف يعني ما راح يكونون بقوة المشاريع الكبيرة، لكن بإذن الله الحمد لله إن شاء الله القادم أفضل. يعني أعظم الفرص تأتي من رحم الأزمات. اليوم مرينا بأزمة كبيرة، وأعتقد الفرص اللي بتطلع منها بإذن الله حتكون أكبر. اليوم بدينا نشوف الحمد لله تحول وتغير في حتى انطلاق المشاريع. اليوم الجميل بالموضوع أنه يكلموننا ناس، وقاعدين ناس يبتكرون ويطلعون أفكار جديدة ويتأقلمون. أنا أعتقد أنه هو عصر التأقلم. اليوم اللي عنده يعني القدرة على التأقلم للأوضاع يبي يقدر أنه يواكب السوق. يمكن السوق ما راح يكون مثل ما كان قبل، لكن اليوم إحنا دورنا اليوم في الغرفة هو توجيه يعني هالقطاعات هذه إلى التأقلم مع الوضع الاقتصادي العالمي كله. اليوم يمكن برضو في تحدي ثالث، أنه إحنا اليوم يعني إحنا نرأس قمة العشرين، واليوم إحنا ممثلين عن القطاع التجاري والصناعي لدى هذه القمة. فأسأل الله التوفيق للجميع. الحمد لله فخور بزملائي اللي معاي والأسماء والقامات اللي الحمد لله عينت أو يعني رشحت، فدعواتكم لنا بالتوفيق، وأسأل الله الكريم إن شاء الله أني قدرنا نكون عند حسن الظن.